في ذروة الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا، لم تكن شارلين تجد في كثير من الأحيان ما يسد رمقها، خاصة مع خلو أرفف المتاجر من الكثير من السلع الأساسية. في كثير من الليالي كنت أكتفي بالشاي والبسكويت فقط على العشاء حتى أضمن فقط أن يحظى أطفالي بوجبة كاملة. تقرير برلماني حديث كشف أن أزمة نقص الغذاء تفاقمت لدى الملايين بسبب تفشي فيروس كورونا، وحذر من أن الأزمة ربما تتفاقم أكثر مع قرب البريكزيت واحتمالات حدوث موجة تفشي ثانية. ما نحتاج إليه هو إنشاء وزارة للأمن الغذائي، يكون وزيرها مسؤولاً عن العمل مع باقي الوزراء لضمان وصول الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه. وينتقد التقرير عدم استعداد الحكومة لمجابهة الأزمة التي حدثت نتيجة تهافت المواطنين على تخزين المواد الغذائية خوفاً من تداعيات تفشي الوباء. بنوك الطعام كان لها دور شديد الأهمية في التصدي للأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، لكن التقرير البرلماني يطالب بتعزيز الدور الحكومي، خاصة توفير الوجبات المجانية للطلاب وتوسيع نطاق من يستفيدون بها، حتى لا يكون هناك جوع في بلد يوصف بأنه من بين الدول الأغنى عالمياً وأحد الدول السبع الصناعية الكبرى. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.